من الأعمال الخيرية التي يقوم بها فاعل الخير تكاد أن تكون هي العزاء الوحيد للناس الذين هجروا من منازلهم. كاميرا أورينت استطاعت نقل حالة إنسانية ضمن الريف الحلبي، وكيف قامت إحدى المؤسسات الخيرية التابعة للمجلس الأعلى مد يد العون لهم. سألنا عن وجهة هذه المؤسسة الخيرية، فكانت الوجهة لحيان والمناطق المحيطة بها، وكان ذلك بسبب القصف العنيف التي شهدته وتشريد سكانها من منازلهم وانتقالهم كلاجئين في البساتين الزراعية المجاورة. نحن سمعنا امبارح الليل كان في أصوات هائلة من الانفجارات. طبعا عرفنا اليوم أنه كانت عبارة عن قصف استهدف بالمدفعية، استهدف الأهالي العزل في الريف الحلبي في حيان وجانون وغيرها. فسارنا فورا لتأمين المساعدات والحاجات الأساسية، لأنه في كثير ناس نزحوا من المنطقة وبركوا في العراء وما كان عندهم أي شيء، ولا حتى أكل ولا حتى شرب. فنحن هلا حاليا عم نمنوا المساعدات الأساسية فقط لهالناس العزل، ومنطالب نحن بمساعدات يأمنونا، لأنه الناس بيبكى في العراء ما عندها أي شيء. هلا نحن هون عم نعبي الأكياس، هلا حصل الأخيار، فيها بندورة وشوية معلبات ملك شاي، في عصير، في تون وموتزاريلا، في تمر كمان. ضربونا من راموسي وشردوا العالم، هن شو هن مشيت وصوبوا ناس وحرقوا الدنيا وحرقوا البيوت، ما خلوا شيء. وين النسوان؟ وين الأولاد؟ وين النسوان؟ ناموا بالكروم عند العالم، مش بعرفني. الناس راحوا. طب ليش أنتي هون؟ ليه ما طلعتي برا؟ أنا ما في حد يطالعني. ليش؟ ما عندي ولد يطالعني، لا عندي سيارة، قعدت وسكت. فاتجهنا نحو البساتين الزراعية لنجد العائلات بالعراء دون مأوى أو طعام أو شراب، فكان لابد لنا من وقفة مع هذه الأسر ومعرفة ما جرى معهم، وكانت نبرة حديثهم حزينة والواقع أقسى مما نصف. امبارح طوال الليل قصف في المدفعية، قصف بالصواريخ على قرية حيان، دمروا بيوتنا، شتتوا أهل القرية. حيان اليوم خاوي على عروشها، هاي عائلتنا هون، هدول أخوتي وهذا والدي. نحن هون بالبرية لا مأوى لا شيء، عم نفترش الأرض ومنتحف السماء. نحن ريف حلب الشمالي، طول الليل تعرضنا لقصف صواريخ وقصف مدفعية. إيش عم نحارب إسرائيل؟ نحن بإسرائيل شيء هون؟ يعني كل في شيء نشاط كياك جبل الشيخ يا زلمي. طول الليل بساعة التمثيل طلعنا الأولاد بالبراري، صاروا يبكوا مثل أرانب. إيش هالحالة؟ وين العرب؟ وين الإسلام؟ وين الأمم المتحدة؟ وين كوفي عنان؟ تفضل، هاي مساعدات. الله يجزيكم الخير ويعطيكم العافية. الله يعطيكم الخير. شوفوا يا عالم، شوفوا يا إسلام، شوفوا يا عرب، نحن الكلنا عزيزين ببيوتنا، صاروا العالم أهل الخير يتسدوا علينا، صرنا ناكل من حسنة العالم.